إذا متهضمة متهضمة من الصحابة مو من علي. علي هذا دوره، علي هذا واجبه، علي هذا شأنه، علي ما يصير يعمل غير هذا. ويلاي من كل شارق، ويلاي من كل غارب، ويلاي مات العمد ووهت العضد، رفع طرفه إليها وقد فاضت عينه بالدموع. يا فاطمة يا فاطمة لا ويل لك. احنا بوجداننا نقول كأني يقولها يا فاطمة لا تقولين ويلي. الحسن يا أمجاد أم الحروب، غاد كل من يستغيث من الشرق ومن الغروب. شو السبب ما تغيثني وما تنيس وانت من الضروب؟ والجنين تعفر وخرغ صب من عصرة الباب، وين سيفك ما تسله، وين عزمك يا فحل، وإن صلاتك على العدوان يا خير. يا حبل الله المدين شلون قادك جدب ون وصاح يم الحسن بس من هالعتاب، هذا سيفي وساعدي وعزمي بتخير الورى، لو لرخصة كان شفتي هالرجاس بجزرة، ولا أسمعك تذبيني والظلو. هاج عزمي يا بتولة وبالقلب شب التهاب، يعرفوني ما ترد عزمي جنود مجندة، سيفي بحد المنايا تلوح كل ما جرده، لكن بقيد الوصية هالزنود مقيده، ظل يناشدها وتجري فوق خده دمعته. وش هالعصابة يا بنت المصطفى وريحانته؟ قالت الطاغي لطم عيني. وتتوجه لقبر ابوها لما انسها حين وافت قبر والدها خير البرية. قومك عقب عينك يا طاها يا طاها، خانتنا واتبعت هواها، السامر بعجل غواها، جمعها ولع الدار اعتناها. الباب متنهم سلفاها، لفاها فتحها وعلى ضلوعي وشاها. هي والله وقاد البطل حابي حماها، ظليت انادي في عداها. سطر عيني وعماها. بويا من غاب نورك يا ولينا، ظهرت رواية الشر علينا، لفانا صهاك بشياطينا، وياهم حطابهم جايبينا.
أقل ليش عدك جاي أنا لما سمعني زرق عينه وأمر على شيوخ المدينة تقود البطل ليث العرينة والله قاده. شوف الصورة، ترى الشاعر شغله شنو شغله يراويك صورة بروجيكتر. والله قاده شوف الصورة وياي أكد عليك، خليك ملتفت منتبه إلى هذا العظم العظيم. قاده 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 ورأسه مكشفين وببنود سيفه مقيدين. شوف الطلعة، طلعت فاطمة مثل طلعت زينب بتها تماما. شوف الفتوى والحكم، وراه 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 طلعت والها وحزينة. أقل ليش عندك جاي لينا، اي والله ايش عندك ماخذينا، يحشم ولا واحد يعينا، اي والله من شايفني المشرش بدينا اولي، اي والله رجع لي وسطر عيني بيمينا. ظلت تنتحل 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 إذوب جسدها إذوب جسدها إذوب كل شيء ذاب، إلى أن أصبحت مثل الخيال على فراشها. هي على فراشها لو خالي الفراش ما تدري شلون تقدر تقوم شلون تقدر تقعد اليوم هذا وهالوقت هذا وقريب الوقت هذا. قامت عن فراشها، الخيال قام يمشي، تمسك الطوف وتكاد أن توقع. جاية وين؟ جاية تغسل ثياب أولادها الحسنين وزينب، وقاعدة تريد تمشط وترجل شعورهم وتغسل شعورهم. لماذا قمت يا فاطمة؟ يقولها علي، قالت يا علي نعيت إلي نفسي، أريد أمارس الأمومة اليوم أريد أشعر أني خدمت أولادي، بآخر حياتي مشطت شعرهم وغسلت ثيابهم ولبستهم ثياب جديدة، أريد أشعر بالأمومة اليوم، آخر عمري يا علي. لماذا تقولي هكذا يا فاطمة؟ لا تتعبي قلبي. قالت رأيت أبي البارحة، قال لي يا فاطمة أنت غدا عندي، أنت وياي بكرة، وهذا اليوم خلاص العصر قريب المغرب هي النهاية، ما يطلع اليوم هذا إلا بفاطمة، اليوم ما يطلع اليوم إلا بي. تقول لي يا أبا الحسن وعندي وصايا، والوصايا أغلق الباب ودخل وياها الحجرة، جلسها على فراشها بكيا، جذب رأسها إلى صدره، قال أوصيني يا فاطمة. قالت ما عهدتني كاذبة، هذول كذبوني وخونوني ولا خائنة ولا خالفتك منذ عاشرتني. هي هذه فاطمة وهذا علي، هذا منطقها مو ذاك الذي فهموه. وما خالفتك منذ عاشرتني، قال أنت أجل وأبر وأتقى وأخوف من الله من أن أوبخك بمخالفتي، ولقد يعز علي يا فاطمة فراقك، إلا أنه أمر لا بد منه، ذكرتيني وأهجت علي مصيبة رسول الله. يا علي اعمل لي نعشا،
رسمته لي الملائكة وصفته إليه، ثم يا علي إذا مت غسلني من فوق ثيابي، لا ترفعني، غسلني من فوق يا علي، ولا تدع أحدا من هؤلاء يصلي علي، لا أحد يسمسر بجنازة هذه العظيمة. هذا كل كلام فاطمة، لا أحد يسمسر، لا أحد يزايد، لا أحد يسوق بالجنائز العظماء، لا يحضرون، لا يحضرون، لا يمشون خلف جنازتي، لا يصلون علي، وخلي تكون جنازتي سرية، ادفني سرا، إذا هدأت العيون ونامت الأبصار أكملت وصيتها. ونهض الإمام قريب المغرب للمسجد، أغمي عليها بعدها الكارثة يا علي، بعدها المصيبة، ترى فراق فاطمة كارثة، بعدها الكارثة، ولكن النساء تصارخن وجاء علي مستعجل من المسجد حتى أن رداءه سقط من على كتفه. ما الخبر؟ وإذا فاطمة مغمى عليها، ما ماتت، ارجع يا علي إلى المسجد، يا أسماء الكارثة قربت، يا أسماء احضري لي ماء. اغتسلت فاطمة، لبست ثيابها، أسماء اجلسي على الباب، انتظري أولادي وانتظري علي حتى يرجع، إذا أمهلتيني ساعة كلميني، يعني اتأكدي من عندي أنا حية لو ميتة، اتأكدي من عندي أنا بعدي على قيد الحياة، توقيت ما ضروري فاطمة تعرفه بالدقة وبالثانية، فتقول اتأكدي مني متى أموت متى أفارق. تقول دخلت فاطمة أغلقت عليها الباب، نامت على فراشها مستقبلة القبلة، تقول أسمع، كنت أسمع صوت القرآن، كانت تتلو القرآن، تقرأ القرآن حتى غاب صوتها، بعد ما أسمع تلاوة، ما أسمع آيات، ما أسمع سور، ما أسمع تسبيح، أم التسبيح يا فاطمة، غاب صوتها، ما أسمع صوت. طرقت الباب، ناديتها يا ابنة محمد المصطفى، ما تكلمت، ما جاوبت، يا ابنة من حمل الركن بأطراف الرداء، ما جاوبت، يا ابنة من صلى بملائكة السماء، لم تجبني. فتحت الباب وجدتها ممتدة على فراشها ملتحفة بكسائها، دخلت عليها كشفت الكساء عن وجهها وإذا هي ميتة. شقت أسماء جيبها، حثت التراب على رأسها وجلست على الباب تبكي، جاء الحسن والحسين، ليش ما نسمع ونين أمنا ولا نسمع كلام، إن شاء الله طابت العلة وطاب ضرب ابن اللئام، لو يا فضة سافرت عنا، لو يا أسمى سافرت عنا وخلتنا يتام، ادخلا إليها الحجرة انظرا حالها، أويلي وعلى البضع يوم دخل وعاينوها مددت نايمة نومة الموت وساد ماهي. ترى الشاعر عنده لمحات وعنده مذكرات لازم انت تتعامل وياها، وسادها وياها، فراشها وياها، ها ليش مخلي خدها على تراب؟ بالمصلى ويح قلبي ومسدل عليها الرداء، جاء علي رفع الحسنين عن جسد فاطمة، أخذ جاء ذلك الجسد النحيل حمله، ما يحتاج بعد علي يحمل جسد فاطمة، حد يعينه على حمل جسد فاطمة، هو جسد له هو خيال. أخذها إلى المغتسل غسلها،
أدرجها في الأكفان، نادى قومي يا زينب فاطمة وادعيها وتزودي من قبل من وديها. طلعت تنادي زينب المحزونة، خلنا عشيا بلا الشيلون، حتى أولاد الزاكية يحضرون، وين الوديعة يا علي موديها، وين الوديعة يا علي، هوايل داروا على نعش البتول الزهراء، يبكي الحسن وحسين يجري العبرة، وكلثوم تلطم راسها من الحسرة، وزينب عليها شابكه بيديها، وزينب عليها شابكه. ويلي وفضاتح وتصيح يا مولاتي، قعدي وشوفي باليتم ساداتي، شل بحياتي ما رد الدنياتي، ولا كان ارد لا كان ادش دارك ولا انتبه، ولا كان ادش دارك. واسمعت نادي من الحزن مذعورة مذعورة مذعورة، بوداعة الله فاطمة يا حارة، خبر النبي بضلوعك المد، خبر النبي بضلوعك المكسورة، وقول يا ابويا الدار هجم عليها، وقول يا ابويا الدار اوالي اوالي اوالي. زينب دورها الليلة خلاص، يعني من نيلة بعد ساعتين فاطمة غادرت الحياة، اندفنت بنفس الليلة سرا. الليلة القادمة الذي بعدها زينب طفلة، خلينا ويا وجدانياتنا واطفالنا واهلنا. الطفلة بالذات لما تقعد بالليل وتشوف الدنيا ظلام تروح وين؟ انا فزيت فزيت من نومتي وجيتك على فراشك يا يما ما لقيتك. راحت البسمة راحت الضحكة حتى من علي، يلي يضحك بوجهي محياك محياك يا يما يا يما يا يما. يلي يضحك بوجهي محياك محياك يا يما الحنون الصعب فارقاك. اخذيني اخذيني يا يما القبر وياك.
قاعدين بدار فاطمة الحال ما تدبر بعده، قاعدين بدار فاطمة الباب محروق والأثر موجود والباب مكسور، الباب مكسور. أسولف لك يا أخويا الباب من جدوع كان مضلع كاسر من أمن ضلوع، آه يا الباب الفتك مسمارها ما لواها عمل قلب نجارها، ليش يا النجار ما عندك حساب تدرك المسمار طالع ورا الباب. يا صدر تدري بمسمارك انصاب، صدر بنت المصطفى مختار.